قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. مع اليوم الرابع توقفت كل الأخبار عن المناورات الجزائرية الروسية لأنها دخلت في مرحلة تكتيكية تجمع القطاعات. ففي الأول كان هناك القطاع البري فقط، لكن اليوم في تعاون القطاع البري مع باقي القطاعات خصوصا الجوية منها، وأيضا بالنسبة للتمارين خصوصا الاستطلاع النووي والكيميائي والبيولوجي، وهذا يعني مباشرة أن هناك تطور في الخمسة أيام القادمة، بحيث أن الإعلام كان يرغب فقط في تسليط الضوء على الجندي الجزائري الحليف التقليدي للسلاح الروسي وشكره للAK-12 والAK-15 وخصوصا الAK-12 التي هي اليوم سلاح الجيش الروسي. العملية اليوم ستذهب باتجاه تصنيع 600,000 من هذا الطراز، وهذا موجه للجزائر ولغيرها، وهذا ما يعني مباشرة أن هناك تطور أساسي قد يشكل القطيعة مع المسافة. لأن ندرك بأن هناك خنشلة، وهي المدينة التي يعتمد 10% منها على مصنع هو لما حربي للصناعات الخفيفة على الأقل حسب CIA، والCIA تضيف بأن إمكانية الوصول إلى تصنيع على الأقل بالنسبة للجزائر الآن هناك تصنيع للمؤونة بالنسبة للAKM عموما، وبالنسبة للRBG أيضا هناك مؤونة كافية. نحن لا نريد أن نذكر تفاصيل أكثر، لكن المهم بالنسبة لما يجري عموما فإن الروس يرغبون في نقل هذه الصناعة إلى خنشلة، إلى هذا المركب الذي يجب أن يكون مركبا. هو مصنع صغير للصناعات الخفيفة، للصناعات الدفاعية الخفيفة على حد الأمريكيين، لكن بالنسبة لروسيا تريد تحويله إلى مركب للتصنيع، خصوصا وأنه يعتمد ويعتمد الجزائريون عموما على AK-47. ونحن ندرك على أن AK-47 عموما هي مرخصة من بلغاريا، وبالنسبة للAK-47 هي مرخصة أساسا مالي، مرخصة من الصين، وليس هناك ترخيص روسي موجه إلى الجمهورية الجزائرية. والعملية كلها تذهب باتجاه رغبة أكيدة في أن يكون أول ترخيص هناك تماما في خنشلة على وجه التحديد. لذلك فالانتقال من AK-47 البلغارية والAK-47 مادي الصينية إلى AK-12 وتصنيعها باتجاه كل أفريقيا، هذا هو المرغوب، لأن مسألة الترخيص لهذا التصنيع على وجه التحديد يفتح قوسا ليؤكد من جهتين أننا أمام أول ترتيب جديد يتجاوز صناعة مؤونة المكاروف وتوكاريف وأيضا AK-47 والAK-47 سو والAK-74 وأيضا 74 سو وكل الAKM عموما وأيضا RBG 7 و16. وهذا ما يفيد أننا أمام اتفاق جديد تجاه الـ OCMK، والـ OCMK في خنشلة هو الذي سيحدد الآن التصور الآخر الذي يعمل عليه الروس. فالروس أولا يريدون كما ذكرنا في فيديو سابق تحويل القوات البرية إلى الAK أو الK-12، هذا مهم جدا. تصنيعها الآن في ترخيص موجه إلى الـ CMK في خنشلة. المسألة الثالثة أن هذا التصنيع على وجه التحديد لن يتوقف هنا،
لأن الروس يريدون فقط تجاوز مسألة التراخيص، لأنه في وقت سابق كان هناك البلغار باسم روسيا السوفيتية أو الشيوعية، والصين تحركت على هذا الأساس. لذلك فإن مثل هذه العملية على وجه التحديد وصلت إلى حدود أن هناك إعادة تقدير بخصوص كل التراخيص وتسليم روسيا الفيدرالية أول ترخيص لمثل هذا الإنتاج، خصوصا وأن تحويل الاسم كعموما إلى إعادة تعطير وأن تكون ممثلة لأكثر من شركة روسية، هذا هو السياق الذي يذهب إليه الجميع. صحيح أن الجزائر دخلت في شراكات مع ألمانيا، مع فرنسا أيضا، وأيضا مع إيطاليا، كل هذا، لكن بقي الروس محافظين على أن يكونوا إلى جانب الجزائريين في الترخيص. الترخيص المخيف بالنسبة للإنتاج لن يكون إلا عبر بيلاروسيا، عبر بلغاريا، عبر الصين كما كان في وقت سابق. لكن الآن هناك سعي روسي مباشر إلى أن يكون الجزائري مصحوبا بالAK-12، وهذا هو الذي استعملته كل المنابر الروسية، لأن الشريك الأفريقي الوحيد المعتمد عليه للروس هم الجزائريون، وبالنسبة لكل القارة يمثلها الجزائري والجندي الجزائري. بالنسبة للمخابرات وكل الإعلام الروسي فدائما البلد الإفريقي، دائما القوة الإفريقية، قوة شمال أفريقيا، إلى آخر هذه الإطلاقات والألقاب التي تسود اليوم، تسود الإعلام الروسي. إذن المناورات لا بد لها من مخارج، لا بد من هذا التوافق الحادث، على الخصوص بالنسبة للتطور الجديد باتجاه الاستطلاع النووي والاستطلاع الكيميائي والبيولوجي، فهو لديه شأن، وهناك ترتيب مع القوات البرية بهذا الخصوص. لكن تصنيع AK-12 وتحويل خنشلة إلى أكبر مصنع أو أكبر مصنع روسي، هذا حلم بوتين. بوتين لن يموت إلا وأن يحقق حلمه في أفريقيا بأن يصدر من الجزائر باتجاه كل أفريقيا، وسيكون انطلاقا من AK-12. هذا هو الذي يراه كعنوان مركزي للشراكة القادمة. إذن تحويل خنشلة إلى مركز أفريقي لكل السلاح، خصوصا الAK ولهذه البنادق والمسدسات الآلية الجديدة، لن تتوقف على 89 واحد، وإنما ستسود أكثر، وستسود التكنولوجيا الروسية التي ستنقل إلى هناك. المسألة الثانية أن بالنسبة لتطوير القوات البرية، لن يكون مثل تطوير القوات البحرية أو الجوية، سيكون بشكل مختلف وعلى الأرض وبالمؤونة وبكل هذه البنية التحتية. المسألة الثالثة أن روسيا هي التي ستسعى إلى هذه المناطق التي فجرت فيها فرنسا قنابلها من أجل إعادتها إلى الحياة، وهذا مهم جدا بالنسبة للروس. ولذلك فإن مسألة الاستطلاع النووي اليوم سيكون على الأرض، سيكون على الأرض، وسيكون كشفا لعورة الفرنسيين، وهذا لا يرغب فيه الجيش الفرنسي. ولذلك خرج عن طريق لوبين من أجل القول مباشرة أن الجزائر تجاوزت، وأن حالة الضعف الشديدة التي تعانيها فرنسا من خلال قادتها اليوم، القائدة لوبين على الأقل بدعم من الجنرالات ترى شيئا آخر، ترى حربا اقتصادية في الأفق، ترى منعا كليا لتحويل الأموال عبر العمال الجزائريين والأسر الجزائرية وغيرها. إذن مهم جدا بالنسبة على الأقل لليمين المتطرف الفرنسي أن لا يرى الروسية هناك، وأن لا يراه بفرق خاصة مدربة عبر الروس
تجاه الاستطلاع النووي، لأن هذا سيشكل خطرا آخر على فرنسا وعلى صورتها الأخلاقية. أولا التي أرادت أن تعطيها بعدا جديدا مع ماكرون، اليوم سنرى كشفا آخر لجرائم ضد المدنيين، ضد المقاومين الذين أحرقتهم فرنسا وأحرقت وحملت رؤوسهم خارجا، وهناك أجساد بدون رؤوس، وهناك أجساد جربت فيها هذه القنبلة النووية. إذا تجربة القنبلة النووية في الجزائر لا تزال إلى الآن تمثل الوجه الأبشع مما كان عليه الأمر بالنسبة للحرب البرية ولما حدث من ضرب للمدنيين ومن مجازر. هذا كله قد يكون له صيغة ما في ذاك الزمن الذي احتلت فيه الجزائر، لكن لا أحد يقبل أن يأتي المدني ليكون فئران تجربة، كذلك بالنسبة للمقاومين ليكونوا فئران تجربة في تجارب نووية لا تزال إلى اليوم لا يرغب الفرنسي في رفع السرية عن أرشيفها، وحاليا لا يرغب حتى في قياسات للإشعاع في هذه المناطق من أجل إعادة تأهيلها ووقف السرطان ووقف مرض السرطان وهؤلاء الأجيال التي عانت من مخلفات وانعكاسات هذه التجارب النووية. إذن الوجه الأخلاقي لفرنسا لا داعي أن يذكر مع هذا الأمر البشع مع التجارب النووية، والروس فتحوا هذا الملف من أجل أن يكونوا هناك أو يدربوا على الأقل الجزائريين القادمين هناك. إذن الأمر بالنسبة لفرنسا يذهب باتجاه تحويل خنشلة إلى مركب باتجاه دفع ودفق وبيع السلاح الروسي إلى كل أفريقيا، خصوصا بالنسبة لما تحتاجه القوات البرية. والمسألة الثانية هي التجارب النووية التي دخلت إليها الآن، دخلت في اليوم الرابع إليها الآن بالنسبة للاستطلاعات للتجارب النووية تشيرنوبيل وغيرها. نحن ننقل اليوم ما حدث حسب المصادر الأمريكية، وقد أكدت أن ما يجري الآن هو ضربة لنفوذ وهيمنة فرنسا بشكل كامل، خصوصا وأن مسألة الاستطلاع وتدريب القوات البرية على الاستطلاع النووي والوصول إلى المناطق التي تمت فيها التجارب النووية الفرنسية، كل هذا سيعتبر تطورا مأساويا للعلاقة الفرنسية الجزائرية، ويطلب الأمريكيون بالتدخل من أجل وقف هذا التصعيد، لأنه تصعيد يحمل أمرين أساسيين حسب خطة الشنجريحة. الأولى تتجه إلى القبول لأول مرة بترخيص روسي لتصنيع الأيكي وغيرها بالنسبة للكلاش وغير الكلاش في خنشلة على وجه التحديد، إذا تحويله إلى المركب الأفريقي للصناعة التسليحية الخفيفة على الأقل، ويمكن أن تكون أيضا على مجالات أخرى خصوصا بالنسبة للأربيجي وغيرها وأيضا للراجمات وكل هذا. المسألة الثانية كما ذكرنا هي التجارب النووية، وهذا الذي يقول الأمريكي عنه بأن التقنيات التي وفرها الجيش الروسي للجيش الجزائري تتجاوز الاستطلاع إلى عملية مباشرة في أي ضربة، التعامل مع أي ضربة أو أي تجربة أو الاقتراب من أي تجربة أو السيطرة على ما بعد التجربة النووية. وهكذا فإن المناورات الروسية الجزائرية اليوم حانقة، والغريب وهذا أكشفه لأول مرة أن المنطقة التي فيها أوسيتيا والمنطقة التي تمر الآن فيها هذه المناورات هي الآن محجوبة كليا عن التصوير، تصوير القمر الصناعي من على الأقل بالنسبة للاستطلاع النووي، والتي ستدوم على الأقل إلى 10 و11 من أكتوبر، وبين 9 و10 ستكون بمثابة الزمن الذهبي
لكل ما يسمى بالمافوق تقليدي، وهذا أساسي بالنسبة للجزائر. ستكون هناك مناورات أكيد جدا إعلامية بهذا الخصوص، لكن إلى حدود اللحظة فالتقرير الذي يحمله الأمريكيون هو تقرير يعتبر أسودا لكنه أبيض على الأقل بالنسبة لباقي الشعب الجزائري أمام ما يراه في الأفق القريب، خصوصا وأنه يريد استعادة دور إقليمي شديد الأهمية. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.